فوالا لو بيتون المكونات ديالو هو يعني السيمون صابل غرافي اي بيان سور لو و بارفوا اون كنزيدو لي زاجيفون الجيفون اكسيتيرا. Les aciers, ce sont des armatures. Ou là, les armatures, ce sont des aciers. Les armatures, et c'est pourquoi les aciers. Les armatures, quand on lance les armatures, il faut les aciers. Il faut les aciers. Il faut les اللي كنديروهم على حنا على واحد الشكل كيرجعوا كن ملي كيوليو على داك الشكل يعني باش كنردهم اما الحديد ديال لي بوطو ولا الحديد ديال لي بوتر كيوليو كيتسموا لي زارماتور. يعني نقدروا نسبقوا لي زارماتور على لي فوالا غادي نكملو ان شاء الله. هنايا غادي ندوي لكم على لي فورس اللي كيطبقوا على هاد لا بوتر. بيان سور منين حنا كنصوبو واحد لا دال بحال لا دال ديالنا يعني البلونشي ديالنا كيكون فيه دي بوتر لي يكونو مهزوزين على لي بوطو داكوغ. ابخي كنجيو حنا كنحطو على لي بوتر ديالنا كنحطو عليهم دي بوتخيل. سي اون دون دال اون اوردي الا كانت عندنا واحد لا دال بالوردي كنحطو دي بوتريل على هاد لا بوتر يعني تيجيو دي بيان سور دي بحال هكا كوم سا كيجيو دي بوتريل كا تنخليو تقريبا واحد 60 سنتيم ما بين لا بوتريل ولا بوتريل. فوالا تنحطوهم على هاد لا بوتر ديالنا وما بيان سور ما تيجيوش فوق لا هوتور ديال يعني الفيني كما تنقولوا في الشونتي الفيني ديال هاد لابوتخ هادي كيجيوش على النهايه ديال لابوتخ. لا حنا في الشونتي تنكوليو يعني تنديرو الكولاج ديال واحد لابارتي ديال لابوتخ يعني تنديروش لابوتخ كامله ديال واحد لابارتي منها كوم سا تقريبا غير حدانا وكنخليو واحد واحد لابارتي اللي كتكون هي لي بيسور ديال لا دال. يعني تتكون مثلا عندنا لابوتخ ديالنا مثلا 50 سنتيم عندنا لا دال ديالنا مثلا فيها مثلا لا دال تيقال 20 سنتيم غنديرو 50 سنتيم موان 20 سنتيم تيقال 30 سنتيم. 30 سنتيم هي اللي غنديرو لها كولاج حنايا يعني هي هاد لابارتي من هاد البوان لهاد البوان يعني من لهنا هي اللي غتكولا بوحديتها. اي ابخي ملي غيكون غنصوبو لا دال ديالنا كنحطو لي بوتريل على هاد لابارتي يعني هادي ديال 30 سنتيم كنحطو لي بوتريل ديالنا على داك 30 سنتيم على داك لا هوتور هذاك. من بعد نحطو لي زوردي سو سون دي كوم لي زاغلون بحال الشكل ديال الطوبيه لو ما تيكون عندهم واحد لا فورم مختلف شي شويه لا فورم ديالهم تيكون مختلف تنحطوهم نحطهم على هاد لي بوتريل داكوغ بيان سور من هاد القنت المهم تيكونو على هاد الشكل هكا تيكونو مفرشين. تقدروا تدخلوا جوجل ديروا لي زوردي وغيعطيكم الشكل ديالهم شوفو مزيان. حتى لي بوتريل تيكونو على شكل تي مقلوبة فوالا تيكونو فيهم دي زاسي فوالا لي زاسي تيكونو خارجين لي تنحطوهم على لي زاسي ديال هاد البوتر هادي ديالنا تنحطوهم تنجيبو لي زور ديالنا مثلا تتكون عندنا دخلت معاكم في المود اوبيراتوار ديال اون دال داكوغ مالينا. تكون عندنا لوغدي ديالنا بهاد الشكل
مهم ما جاتش كيف كنت باغيها، لكن معليش تكون على هذا الشكل. هذا كنحطو الوردية ديالنا على هذا الشكل، فوالا كتكون فيها مهم تقابي بحال هكا. كنحطوها على هاد لي بوتري وكنمشيو كنمشيو طول، يعني وحدة بحال هادي كنحطوها حنا هنايا، وحدة اخرى هنايا، وحدة اخرى، حتى كنكملو يعني لاضل ديالنا كاملة بهاد الطريقة. من بعد تنجيو تنكوليو لو بيتون، كتبقى لنا واحد لابارتي ديال لو بيتون اللي من الفوق، باش نكملو حنايا، باش نكملو 20 سنتيم ديال لاضل. حيت بيان سيغ يقدر يكون عندنا عفوا ماشي طوبية، لي زوغديسك مثلا ديال 16، تكون مازال هنا خاصنا واحد 4 سنتيم ديال لو بيتون، 4 سنتيم، باش غنكملو 20 سنتيم ديال لاضل. داكوغ، اوتوماتيكمون كتكون ديك 20 سنتيم اللي هنا غادي سميتو غادي نديرو حنايا فيها البيتون، ونديرو فيها لي زوغدي مع لي بوتخيل، كتكون هي 20 سنتيم اللي غادي تبقى لينا خاصنا باش نكملو لا بوتخ ديالنا حنا في الكولاج. داكوغ، بيان سور هاد لا بوتخ، باش نرجعو لنوت برينسيبال ديالنا باش كنا كندويو، هاد لا بوتخ كتكون هازة لي شارج ديال هاد لي بوتخيل، هما هادو كتكون هازة لي شارج ديالها، كتكون مطبقة عليها دي شارج. هاد لي بوتخيل كيطبقو عفوا دي شارج على لا بوتخ ديالنا، داكوغ، بيان سور تيكونو يعني بحال هكا، تيكونو دي شارج اللي مطبقين على لا بوتخيل. وبيان سور كيكون عندنا هاد لي بوتخيل تيكونو هازين هاد لي زوغدي، داكوغ، و تيكون عندنا لو بيتون من الفوق تاهو. يعني هاد لا بوتخ هادي كتكون هازة لينا تقريبا النص في هاد لا دال هادي، يعني بيان سور لا دال تكون مازال طويلة، و لا بوتخ ديالنا كتكون هازة لينا النص في هاد لا دال هادي، والنص الاخر هازة لا بوتخ الاخرى اللي غتكون عندنا من الجهة ليه. سمحوا لي على هاد الشيما و هاد التخربيق، ولكن باش المهم باش نحاول نشرح وصافي. داكوغ، ما فهمتش البرانسيب. دابا بيان سور كيكونو دي شارج دي دوطخ شارج، مثلا نقدروا نقولوا عندنا مثلا زرعنا واحد البوطو هنا، مثلا كنديروها مره مره ملي تكونوا محتاجين واحد لابوطو هنايا، كنديروا واحد لو ريديسور، يعني كنزرعوا واحد البوطو تمايا نكونوا محتاجين حنايا. بيان سور غتكون عندنا واحد لابوتخ اللي شويه اللي تكون شويه كبيره، ما تكونش يعني ديال 50 سنتيم، ما تكون يعني كبر. المهم هذا هو البرانسيب ديال هذا النهار، حاولت يعني انني نشرح لكم مشرح مبسط باش تفهموا يعني يعني البرانسيب من هذا الموديول. ما تطرقناش لواحد النقطه اللي هي مهمه بزاف، واللي هي حنا ملي تنحسبوا الار دي، يعني كنحسبوا الكالكول ديال الموديول ديال ار دي ام كامل، من بعد كنتحولوا للموديول اللي هو موديل مهم بزاف ديال الموديل ديال بيتون ارمي، اللي من بعد ان شاء الله ملي كنسيب الار دي ام ندوزو لبيتون ارمي باش كنحددو الحديد، فوالا كنحددو لي زارماتور لي زاسي اللي غنحتاجو باش نديرو في داك لا بوتخ. ملي كنعرفو لي شارج اللي هازة كنعرفو شحال خاصة ديال الحديد وشحال خاصة ديال البيتون، يعني باش تكون مقاومة داك لي شارج اللي مطبقين عليها، يعني لي شارج ديال مثلا ديال لي بوتخيل، لي شارج مثلا ديال دو تخ زيليمو مثلا تيطبقوا على هاد لا بوتخ. داكوغ، هذا هو المهم، باش نحددو يعني لي زارماتور اللي غادي يدخلو في هاد لا بوتخ هادو، و لي ديمونسيون ديال لا بوتخ، و سميتو لي ديامتر ديال ديامتر توتال ديال لي زارماتور، نعرفو شنو الحديد اللي غادي نديرو. هذا هو البرينسيپ كامل ار دي ام كامل. جو بونس هذه واحد لانو جينيرال حنايا طرقنا ليها، وان شاء الله من بعد غادي ندخلوا يعني نهضروا عليهم شابيتر بار شابيتر، وغادي نشوفوا ليكواسيون ديكيليبر و